السلام عليكم، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو ان شاء الله. اليوم باذن الله غنوجد معكم الشناك، تيجيو هائلين بواحد الطريقه مبسطه باذن الله. اذا نبداو على بركه الله. عندي الحليب، غندير فيه حليب دافي بطبيعه الحال باش الخميره تتفاعل دغيا. غندير فيه خميره ديال الخبز، خميره حبيبات. المقادير غتلقاوهم في صندوق الوصف ان شاء الله. نضيف عليه واحد شويه ديال الطحين، غادي نغطي هادشي ونخلي حتى الخميرة تتفاعل مزيان ونرجع معاكم ان شاء الله. من بعد ما مرات 21 دقيقة الخميرة ديالنا تفاعلت كما تشوفوا. غادي نضيف واحد معلقة كبيرة ديال العسل، غنديرو السكر. غير العجينة ما تكونش حلوة بزاف لان غندهنوها بشي حاجة تتكون حلوة، الحشوة اللي غنديرو يا اما غنديرو المربى يا اما كل واحد على حسب الرغبة ديالو، يا اما كريم باتيسيير كل واحد على حسب الرغبة ديالو. اذا عندنا واحد معلقة كبيرة ديال العسل، وغنديرو واحد جوج معالق ديال زيت العود، زيت الزيتون. تقدروا نتوما ديرو الزيت اللي عندكم متوفرة. اذا غناخذ هادشي غنديرو في العجانه باش يتعجن. تقدروا تعجنوه بيديكم لان ما تيطلبش بزاف ديال الدليك، ماشي ضروري انها تدلك مزيان. نجمعوا غير العجينه فقط، هادشي الادوات المهم. اذا غندير هاد الخميره اللي خمرات ليا هنا في العجانه، ما ننساش الملحه. غنضيف الملحه للدقيق، وغنمشي نعجن هادشي في العجانه ان شاء الله. عندي واحد البيضه نسيت ما قلتهاش لكم، عندي واحد هذه اختياريه ماشي ضروري، تقدروا ما ديروهاش. هاد الصفر هذا راح تاخذ به باش ندهن الشناك ديالي في الاخر، والبيض غادي نضيفو لهاد الحليب وهاد المكونات. اذا بشويه بشويه غنضيف الدقيق الابيض الفرينه، غنضيفو بشويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي ما تتكونش رطبه بزاف، تتبقى قاطه راسها. لان باش نجيو ندلكوها باش نجيو نورقو العجين ما يبقاش يلصق لينا. عندي نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، ما جمعت العجينه ديالي تتكون راه تتكون قابطه راسها، تتكون قابطه راسها راه ما خفيفاش. فهاد الاثناء نخلي العجينه شي شويه ترتاح، وغنمشي ناخذ زوده ديال التوراق. غناخذ 125 غرام، غادي نحكها ونديرها في المجمد. من بعد خديت هاد الزبده ديال التوراق، تنستعمل هادي، خديتها حكيتها في الحكاكه الغليظه، غادي نغطيها ونديرها في المجمد. بعد ما العجينه ديالي ارتاحت واحد 30 دقيقه،
خديتها وقسمتها على 6 ديال القطع متساويه، غطيتهم بهذاك السلوفان. فهاد الاثناء غنمشي ناخذ ديك الزبده ديال التوراق اللي درتها في المجمد، نجبدها باش نخدم بها. سمحوا لي التسجيل تتقطع تقطع ليا. المهم حتى انا غنشبد الدقيق وغنسرح هاد الكرات هادو. نسرحهم بهذا الشكل، نحطهم على جنب. داكشي علاش العجينه ما خصهاش تكون خفيفه، الا كانت خفيفه تتلصق غتبقى تلصق لنا في هذا السطح هذا وغادي تعذبنا. تنحاولوا الدقيق ما يدخلش في العجين. كما تشوفوا تندير لهم على هذا الشكل بحال هكا حتى نكملهم كاملين. غنكملهم كاملين ونرجع معكم من بعد ما شكلت الكويرات كاملين. كيف ما تشوفوا جبت الزبده ديالي، عاد جبتها من المجمد، تندير الزبده ديال التوراق. تناخذ 125 غرام، نحاول نقسمها لخمسه ديال القطع تكون شي شويه متساويه. تنستمر في هذه الطريقه حتى تنكمل القطع كامل اللي عندي. اذا بقات لنا القطعه الاخيره، هذه الطبقه الاخيره. بطبيعه الحال ما عنديش فيها الزبده لانها تبقى تلصق ليا.
غنديرها في الثلاجه واحد 20 دقيقه ونعاود نرجع لها. نديرها في الثلاجه ترتاح واحد شويه واحد 20 دقيقه ونرجع نكمل معها. بعد ما درتها في الثلاجه ارتاحت واحد 30 دقيقه غنكمل الخدمه ديالي. كنبسطوها على شكل طولي تنظن بركة عليها. هذا هو السمك ديالها اللي حصلنا عليه. اذا غندهنها دابا بالمربى تقدروا ديروا لا كريم باتيسيير، انا غندير المربى تيبقى لكم الاختيار. من بعد ما دهنتها بلا كونفيتور غادي نلويها غير بشويه. بسم الله. كيف ما تتشوفوا هي دابت لنا واحد الزبده لتحت واحد شويه، لكن ماشي مشكل نقادوها على خاطرنا. غناخد الخيط نقطع من الاحسن حسن مسكين، ناخد الخيط
الخيط تقطع بسهولة. كيف ما تشوفوا غنحطها في الطاوه، غادي نكمل بهذه الطريقه هذه نرجع معكم. كيف ما تشوفوا شكلتهم كاملين، راه التوراق ما شاء الله تيبان في يوم اللي تبغي تقطعهم تيبان التوراق. كيف ما تشوفوا انا نحاول نبسطهم واحد شويه، ما نخليهمش طالعين، نبسطهم بهذه الطريقه هذه غير بشويه ونخليهم يرتاحوا. من بعد ندهنهم ديك الصفار ديال البيضه مع شويه ديال الحليب وندخلهم للفرن تنسخنوا. من بعد تنقص درجه الحراره، لان كما تتعرفوا العجينه فيها السكر وفيها الزبده دغيا تتشد السخونيه دغيا تطيب. اذا تنسخنوا الفرن ومن تنبغي ندخلهم تنقص درجه الحراره تتكون قليله ماشي متوسطه، يطيبوا من الفوق ومن التحت. دابا غنبسطهم بهذا الشكل بحال هكا واحد شويه، ما نخليهمش طالعين. كيف ما تشوفوا تنبسطهم هكا من الجناب ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، نرجع معكم. من بعد ما خليتهم يرتاحوا واحد شويه لمده واحد 20 دقيقه، خديت هذاك الصفار ديال البيض. هاد العمليه اختياريه ماشي ضروري، بامكانكم تستغنوا على البيض. ضيف معاه واحد شويه الحليب وغندهنهم. غندهنهم كاملين وغندخلهم يطيبوا على درجه الحراره متوسطه بعد ما سخنت الفرن مزيان، ونقص لهم درجه الحراره ونرجع معكم ان شاء الله. هذه النتيجه من بعد ما طابوا، تيجيو هائلين، تستحقوا التجربه صراحه. حتى يبردوا نقطع معكم وحده نوريكم كيفاش تجي. من التحت خداو شويه الطياب ولكن راه خفاف، وتيجيو هائلين. يبردوا ونحل معكم وحده تشوفوها ان شاء الله.